نقطة تحول جديدة في العلاقات الروسية الإماراتية. البلدان يضعان حجر الأساس للشراكة الاستراتيجية لترتقي العلاقة التي بدأت عام 1971 إلى أفاق أبعد من السماء. أود أن أؤكد على أهمية وعمق العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط بلدينا، وعلى الأولويات القصوى التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لعلاقتها مع روسيا الاتحادية. إن العلاقات بين بلدينا الصديقين تاريخية، وثمارها باتت واضحة من خلال التعاون القائم بيننا في شتى المجالات، والبيانات الاقتصادية الإيجابية تؤكد على ذلك. الرئيس الروسي الذي يعتبر الإمارات شريكاً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة ناقش القضايا الساخنة مع ولي عهد أبوظبي، من ملف الأزمة الليبية مروراً بالأوضاع في سوريا خاصة على الحدود الشمالية وصولاً إلى حماية أمن الخليج والمنطقة. كما ستدفع الشراكة الجديدة باتجاه حوار سياسي غني ومنتظم واستثمارات متعددة. هذا تعاون تاريخي ضخم، لأن مبادلة استثمرت في 45 مشروعاً داخل روسيا، وهي ليست استثمارات في الغاز والنفط باستثناء مشروع نفطي واحد، بل في مجالات أخرى كالبنية التحتية والتكنولوجيا. ونحن نعتقد جازمين أن هذه الشراكة الإماراتية الروسية يمكن أن يتسع نطاقها أكثر، وقد حققنا مسبقاً نجاحاً كبيراً. هذه الزيارة ليست الأولى لبوتين إلى الإمارات، ولا يتوقع أن تكون الأخيرة، وسيعقبها لقاءات أخرى سواء بين وزراء البلدين أو مسؤولين رفيع المستوى، مع توقعات الدبلوماسيين بتفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين بطلب من لجنة العلاقات الدولية في الدوما. في الأمن والسياسة والأعمال لكل دقيقة ثمن، لذا تضبط موسكو وأبوظبي ساعتيهما على توقيت واحد، خاصة بعد هذه الزيارة التي حملت تأكيداً على أن استمرار تقارب الرؤى بين البلدين مهم للتنمية وعملية السلام في المنطقة. ميسون خالد، سكاي نيوز عربية، أبوظبي.